في توثيق اللحظات المؤلمة الكثير من المشاعر المؤجلة تتجدد كل مرة عند إعادة مشاهدتها، فكيف إذا كانت أحداث من جمعة الكرامة؟ لا التوثيق ولا المشاعر تغيب عن ذلك اليوم ولا عن أولئك المنسيين في زمن ما قبل الكرامة وما بعدها، وإن كانت وجوههم لا تكتمل إلا بحلول ذكراهم. تغيرت الحكومات وموازين القوى وحتى الأحداث في شوارع العاصمة صنعاء، وبقيت وجوههم حاضرة دوما حينما غابت نصف الثورة وعجزت عن الاكتمال. أراد القتلة إخفاء جريمتهم باغتيال أحلام هؤلاء بعد أخذ أرواحهم وتركهم وحيدين في هذه المقابر، لكن الثورة التي سكنتهم أسكنتهم هنا للخلود لا للنسيان. تبقى الأسماء وإن غاب حاملوها ذكرى حزينة مخلدة للتاريخ بحروف مفادها أن هؤلاء 43 هم شهداء الكرامة في يوم دام لها. في الذكرى 5 لمجزرة الكرامة تبدو تلك الأماكن المنطلقة منها ثورة فبراير والتي تعد رمزا لها مهجورة إلا من تفاصيل ما جرى في ذلك اليوم الحزين، ومجازر بدأت ولن تنتهي حتى الآن، لكأنها مقدمة لتتابع مجازر ما تزال مستمرة يقودها شخص واحد استطاع الإفلات من مسؤولية جمعة الكرامة، بل وجر البلاد لحروب دامية من أقصاها لأقصاها. نجح الفاعل إذن بجعل دماء من سقطوا ذلك اليوم تمتد دون نهاية، وجعله يوما للتضحية بوطن، ومن ثم التواري خلف تلك الجدران التي كانت بداية المجزرة وبداية الحرب أيضا. تحاول الأماكن المهجورة في عهد الحوثي الانتفاضة دون جدوى، لكنها تصمد لتذكر بتاريخ ثورة مضت ومجزرة كان هذا المكان عنوانا لها.